Are you looking forward to your new role? كان من المتوقع أن تخوض تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية حملة انتخابية تدوم لتسعة أسابيع، ولكن انسحاب منافستها أندريا ليتزوم فسح المجال أمام ماي لتتولى زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الوزراء. وسيتقدم ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية الحالي باستقالته يوم الأربعاء لملكة بريطانيا، متيحا المجال أمام ماي لتشكل الحكومة الجديدة. البريطانيون اتخذوا قرارهم بتغيير مسار بلدهم، وأعتقد أن بريطانيا تتطلب قيادة جديدة تقود مسارها الجديد. وأكدت تيريزا ماي، والتي كانت من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أن الخروج يعني الخروج، مضيفة أنها ستبذل قصارى جهدها ليتم بطريقة ناجحة. Brexit means Brexit. الخروج يعني الخروج، وسوف ننجح في التعامل مع هذا الموقف. نحتاج إلى توحيد بلادنا وإلى رؤية قوية وجديدة. وقرر ديفيد كاميرون الاستقالة من منصبه عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، وأثنت تيريزا ماي كثيرا على الدور الذي لعبه ديفيد كاميرون في قيادة البلاد منذ توليه ولايته كرئيس للحكومة البريطانية عام 2010. مفاوضات الانفصال من الاتحاد الأوروبي والتحكم بالهجرة وإدارة البلاد اقتصاديا وغيرها من المهام، فهل ستستطيع تيريزا ماي مواجهة هذه التحديات في ظل حكومتها الجديدة؟ دانيا أرشيد، الإخبارية، لندن. مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والتحكم بالهجرة وإدارة البلاد اقتصاديا وغيرها من المهام، فهل ستتمكن تيريزا ماي من مواجهة هذه التحديات في ظل حكومتها الجديدة؟ لبرنامج العالم بعيون سعودية، دانيا أرشيد، لندن.